نهاوند، أنا مبسوطة جدا أن أنت يعني ذكرتي هذه النقطة على وجه التحديد، لأن أنا كنت عايزة أبدأ بيها معاكم على مستوى السوشيال ميديا. أنا عايزة أقولك أن هاشتاج النادي الأهلي تصدر كل المواقع أو كل مواقع التواصل الاجتماعي. بمجرد ما نكتب ألف لام ألف هتلاقي الأهلي بيتصدر تويتر، إنستغرام، فيسبوك، كل المواقع على جميع المستويات. عايزة أنقلك بقى طبعا يعني في البحث النهاردة، يعني عايزين نقول إن طبعا الشعب المغربي انقسم إلى نصفين، في منهم شايف طبعا إن الأهلي بيستحق بجدارة هذا الفوز، لأن هو شايف إنه قدم مباراة عظيمة جدا وإن هو استغل خطأ الوداد. طبعا هم طبعا جايين على فريقهم بشكل أساسي، شايفين إنه هو كان أداؤه مخيب جدا. طبعا كان فيه هجوم كبير جدا على المدير الفني للنادي الوداد المغربي، وكانوا شايفين إن إحنا كمان أو صعبنا فرصة الوصول للنهائي بالنسبة لنادي الوداد، خاصة إنه هنا لازم يحقق سكور كبير جدا واحنا يعني هنتعادل او نخسر 1-0، فبالنسبه لهم بقى اصبح مستحيل الوصول للنهائي. طبعا ما فيش مستحيل في كره القدم، ولكن ده لتناوله جمهور المغرب. ولكن على الجانب الاخر، يعني حتى الجانب الغاضب، في برضو جانب يعني يعتبر كروي او بيتناول الموضوع بمهنيه شديده، شايف ان الاهلي بيستحق الفوز جدا وانه قدم مباراه رائعه، وان الشناوي كمان قدم مباراه اكثر من رائعه، وان لعيبه الاهلي كانوا يعني على قلب رجل واحد، وان بيتسو موسيماني بانت يعني بصمته الاولى في هذه البطوله، وشايفين ان ده فرق كتير جدا مع نادي الاهلي. كلام جميل واعتقد كلام يسعدنا كمان. بنشكرك جدا زميلتنا العزيزه مريم سميح.